الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، هي عندها بنت عندها 14 سنة وعايزة تتزوج، طلقت أو أرمل وعايزة تتزوج وبنتها تعيش معها حكم القسط الزوجي، وبنتها خلاص ما شاء الله عروسة يعني 14 سنة. شوف، من حيث الأصل ما فيش حاجة عندنا تقول الأرمل تقعد ولا تتزوج، ما فيش حاجة في الدين عندنا كده، أو المطلقة تقعد ولا تتزوج، كلهم بحسب. يعني هاب مثلا امرأة عندها مثلا 60 سنة وأصارت أرمل ومعاها 3 4 عيال، خلاص 60 سنة يعني أصبحت من القواعد من النساء، يعني ليست مرغوبة، ليس عليها الطلب وشهوتها قليل. هنا ممكن نقول الأفضل لها أنها تقعد على تربية الأبناء. مطلقة مثلا وعندها مثلا 25 سنة وخلاص لسه لها حاجة للرجال، يعني يجري فيها ما يجري في النساء، هنا ممكن يبقى الأفضل لها أن تتزوج، حتى لو كانت معاها أولاد تحفظ نفسها، ابن الجيران بيشغلها، فلان بيشغلها، عشان مطلقة ده بيبص لها وده بيبص لها. يبقى كلهم بحسب، كل واحد بحسب حاله، كل امرأة بحسب حالها من حيث الزواج أو عدم الزواج. طب هي عندها بنت عندها 14 سنة وهي عايزة تتزوج، ما المانع؟ حلال، حلال الزواج، حلال، ما عندناش مانع يا شيخ. بس هو بنتها عندها 14 سنة، بمجرد ما الزوج ده يعقد على المرأة أو يدخل بها، أصبحت البنت دي محرمة عليه عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. بمجرد ما يعقد على الزوج ويدخل بها، أصبحت البنت دي محرمة عليها على التأبيد عند أكثر أهل العلم، حرم عليها التأبيد عند أكثر أهل العلم، أصبحت كأنها بنته وتعيش معاه في البيت عادي وتاكل وتشرب عادي، مفيش مشكلة. بس يا شيخ، احنا يعني حاسين الراجل مش سوي، أو بيبص البنت كده نظرات كده ليست بطيبة، احنا مش مرتاحين لوجود البنت مع الراجل ده، وخصوصا المرأة بتخرج لشغلها أو بتخرج للسوق أو لأي شيء. هنا بقى أقول لك إيه قول الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. خلاص حاسس إن في فساد، امنع بقى البنت تروح تعيش في اي مكان تاني وتبتعد عن هذا الرجل. خلاص، يبقى لو في فساد يمنع وتعيش بقى في بيت ابوها، في بيت عمها، في بيت خالها، مع اي حد. خلاص، طالما في من وجودها مع الرجل ده في البيت مفسدة، خلاص، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هب ان الرجل كويس سوي نفسيا ولا ينظر البنت نظرة خبيثة أو ما شابه ذلك، خلاص وجود البنت مع أمها، البنت اللي عندها 14 سنة مع زوج أمها في البيت، ما عندنا دليل أنه حرام، يعني ليس فيه دليل. لكن إن كان هناك يعني شبهة أو ما أو في النفوس شيء، خلاص تمنع البنت من وجودها مع زوج أمها، لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد، والله أعلى وأعلم.